زمان غنوة زمان صحبة زمان سهرة زمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان يا زمان يا عين عين يا عين عين يا عين 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 يا عيني حروان ضحكة زمان غنوة زمان صحبة زمان سهرة زمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان يا زمان ليل يا عين عين يا ليل وعين يا ليل ليل يا ليل عروان ضحكة زمان غنوة زمان سهرة زمان صحبة زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان يا زمان ليل يا عيني عين يا ليل ليل يا عيني عين ليل يا ليلي عروان وكان زمان في فبراير سنة 1954 شاب عنده 18 سنة راح لوالده وقال له أنا لا عايز أبقى دكتور ولا عايز أبقى مهندس، أنا عايز أدرس الإخراج السينمائي. وكانت ثورة في ذاك البيت في حلب في الشام. الشاب ده كان مخرجنا الكبير الأستاذ مصطفى العقاد، صح؟ صح، بس الوالد كمان يعني كل مترددين، ما فيش حد، كنت مهزلي في حلب يعني رايح هوليوود يدرس إخراج، الوالد بيقول لي يا مهندس يا طبيب يا محامي إيش الإخراج هيدي، كنت جنان مصمم. بالأخير طبعا لما سافرت أعطاني، قال لي كل اللي معي 200 دولار حطهم في جيب وحط لي القرآن في الجيب الثاني. قلت يعني رايح بحقيقة مغامرة، مركب نقص، خلفيتي متواضعة البيتية، والدي موظف يعني، وما عشت بين بيكاسو وتشايكوفسكي والأشياء كلها يعني. المهم وصلت هناك ويعني بالموجز عدت على مقاعد دراسة في UCLA في جامعة كاليفورنيا. اليوناني والألماني والأمريكي والفرنسي يعني شفت نفسي ما بختلف عنهم يعني بالعطاء. وين مركب النقص؟ هي هذه هي اللي اعطتني الثقة، ومن هناك بقى فتحت الثقة هيدي اللي انا بحاول انقلها للأمة. هالخبرة هيدي اختبرتها انه لا للشعب للأمة، انه نحن مش عالم عاشر، نحن اعطينا العالم حضارة، اعطيناهم يعني تاريخنا بدل هيك، لذلك ما نعيش بهالعقلية. حضرتك في فيلم الرسالة كان بيتعمل المشهد مرتين، يعني مرة بأنتوني كوين ومرة بعبد الله غيث، مين بقى اللي كان بيبتدي التصوير قبل مين، ولا هل كان في حد يعني غيران من حد؟ احنا بنصور المشهد، هو صار خلاف، أنتوني كوين بده عبد الله غيث يبدأ قبل لأنه هذا موضوع يتعلم منه. عبد الله غيث قال يا الله هذا عملاق، اللي هو يبدأ أشوفه
قلت طيب اثنين خايفين من بعض، حليناها انه المناظر الداخلية اللي فيها التقنية واجانب وهيدا نعمل الانجليزي اول حتى يعرفوا كيف يتحرك وكل اللي. وبعدين بيجي العربي. بالخارجي بالمجاميع اللي ما بيعرفوا الانجليزي المجاميع نعمل العربي قبل وبعدين نعمل الانجليزي. عمر المختار بيتهيألي أنتوني كوين بقى كان خد ثقة من عمله معاك في فيلم الرسالة وقبل العمل بسهولة. لكن أنا دايما لا أنسى مشهد الوضوء اللي عمله أنتوني كوين في عمر المختار وهو بيتوضأ. هو درس الحكاية دي؟ يعني خليني يعني أنا أعطيني شوي. أنا تعلمتها مع أنه أنا قبل ما أعملها تعلمتها إيش ما أقوم أعمل غلط، أخذت كل الهيدا وبعدين جيت علمته إياها. علمته الوضوء؟ علمته الوضوء طبعا، كل هيدي يعني والوقفة الصحة في الصلاة والصحة والهيدا. كان هو عمر المختار بدع فيها أكثر. لحتى زوجته بعد سنة تقول لي بليز he is living عمر مختار، مازال عايش بيعيش بالدور. الشقيقتان سرايا حلمي وأختها الكبيرة المطربة ليلى حلمي بيشتغلوا عند بديعة مصابني. سنة 47 صرحت ليلى حلمي إنها هتهاجر وتروح تعيش في العراق على طول بعد تزوجت، خاصة إنها عملت فيلم اسمه عروسة للإيجار أخرجه لها فريد الجندي وبطولتها مع أنور وجدي، وكان ده أول بطولة وآخر بطولة لها لأن الفيلم فشل ذريع جدا. فقررت إنها تهاجر وتروح العراق وسابت أختها سرايا حلمي هنا. قبل الفيلم ده على طول اكتشفها محمد الكحلاوي بعد ما سمعها عند بديعة مصابني وقدمها في فيلم من إنتاجه اسمه حسن وحسن إخراج نياجي مصطفى. وفي الفيلم ده غنت غنوة بتقول اسكندرية يا أم اللطافة جدعان في بحري وكم الشقافة. الأستاذ محمد عبد المنعم وأنت ترأس مؤسسة صحفية كبيرة روزا اليوسف التي بدأتها السيدة روزا اليوسف الممثلة في عصر كان الفنان يطلق عليه مشخصاتي وأحيانا ما يخدوش بشهادته في المحاكم، وتحارب هذه السيدة وتنشئ صحيفة سياسية لها طابع الخاص. احكي لي عن روزا اليوسف. أنا بحس في روزا اليوسف زي ما يكون السيدة روزا اليوسف الله يرحمها زي ما يكون عايشة لسه موجودة في المكان ده، عايشة من خلال الأجيال اللي أنشئت وتصعدت في المجلة بعد رحلها. تلاقيهم ليهم طابع خاص مختلف عن بقية ال. هي كانت بتكتب مقالات لما عملت تكتب وتفكر وتفكر كويس جدا وعندها سنس الصحافة موجود يعني بدليل ان هي اتجهت للصحافة في هذه السن وفي هذا الوقت والعصر اللي هو كان لا يسمح بان سيدة تخوض هذا المجال، لكن هي تحدت ودخلت وعملت شغل كويس جدا. وبعدين كان عندها قدرة انها تكتشف الناس، تكتشف النجوم وتكتشف الناس اللي عندها سنس صحفي، وكانت تحتضنهم وتديهم كل الفرص عشان يطلعوا. يعني حاجة غريبة جدا، مثلا لو تعرف ان جه مرة الأستاذ أحمد بهاء الدين الله يرحمه جاب جواب، هو ما كانش بيشتغل في روزا اليوسف انما جاب جواب وراح سايبه في السلامات. فلما وصل وشافت الكتابة بتاعته قال ده راجل ممتاز جدا، فين هو ده؟ قالوا لا ما نعرفش، ده جه ساب الجواب دوت ومشي ما نعرفش ده فين. قالت لما يجي ده انا عاوزاه بأي طريقة. فمرت الأيام وجه بعد ما اتنشر المقال بتاعه، فجه بردك هو كان هادي جدا ومتواضع والله يرحمه، فجه بردك على السلامات وبيسيب بيه المقال الثاني في جواب يعني برضه. فموظف الاستقبال خد وساب، وبعد ما مشي ادرك ان هو ده فجري وراه قال له تعالى ده
الست فوق أو زيك ست روزاليوس، وطلع وتعين وبقى أحمد بقى الدين. إعادة الأفلام القديمة أو تحويل الأفلام القديمة إلى مسلسلات، نجمة من نجمتنا عانت في ده لما أعادت فؤادة دور الخالد لشادية في رائعة حسين كمال شيء من الخوف. إلهام شاهين، خفتي من دور فؤادة؟ أنا في الأول كنت داخلة بحب شديد جدا إن أنا أعمل دور فؤادة يعني لأي فنانة تتمناه، لكن أنا الحقيقة اتبهدلت في الصحافة. كانوا مسلسلين ورا بعض، البركان اخراج الاستاذ نور الدين مرداش، ده كان عن شيء من الخوف يعني بعمل دور الفنانه الكبيره شاديه، ومسلسل تاني المستحيل كان كنا عاملينه باسم نحن لا نرى بعيون الاخرين دور الفنانه ناديه لطفي، والاثنين كان الاستاذ حسين كمال في السينما. المسلسل اللي هو المستحيل كان اخراج الاستاذ عبد الله الشيخ، والاثنين نزلوا ورا بعض المسلسلين. فواحد بعمل دور ناديه لطفي والثاني بعمل دور شاديه، فالصحافة طبعا استلمتني وحرمت ده في بدايتي خالص، دول اول مسلسلين في حياتي يعني اول مرة اقف قدام كاميرا التلفزيون وحرمت، تبت لا يمكن اعملها تاني. ليه؟ لا ما صعب المقارنة مع فنانات كبار وقدام، مهما عملنا من مجهود مش هيبقى زي العمل الاصلي، نسخة ممسوخة. انا ضد اعادة الاعمال تماما، مش ممكن هنبقى زيهم مهما عملنا من مجهود، خصوصا انها محفورة في خلاص محفورة في اذهان الناس. يمكن لو عمل ما تشافش كويس زمان والواحد عاده والناس مش حافظاه يمكن يتعاطفوا مع العمل الجديد، لكن الاعمال الكبيرة الخالدة صعب صعب تتعمل. يعني زي ما حد يجي يغني لأم كلثوم مهما كانت صوتها جميل ما حدش هيبقى متقبل منها، مش هيقولوا يا سلام دي زي أم كلثوم، او اي شاب جديد يجي يغني لعبد الحليم حافظ ما بنبقاش متقبلين حتى لو صوته جميل. صح صح. فنفس الحكاية في اعادة الاعمال الفنية في التمثيل ده، بس لازم يبقى فيه هدف من يعني من حتى من الإعادة، لأنه لو ما فيش هدف من الإعادة يبقى الاستمتاع بمشاهدة القديم أفضل وأجود وألذ. في أواخر الأربعينيات كانت الأفلام الاستعراضية هي السائدة على الساحة في السينما الأمريكية، وظهرت أودري هيبرن بطلة مع جريجوري بيك في فيلم أجازة غرامية. أجازة غرامية كلنا عارفين الصحفي اللي هو رايح يغطي أخبار وصول الأميرة وهي مش عارفة إن هو صحفي أو جاي مؤجر علشانها، نفس الحدوتة اللي هي كانت قصة حدث ذات ليلة لكلارك جيبل وكلوديت كولبير في حاجة و30، ونفس القصة بتاعت ليلى مراد وأنور وجدي في ليلى بنت الأغنياء، وأيضا فيلم عمله عادل إمام ويسرى حوالين نفس الموضوع. علاقة فيصل ندى بالمسرح الغير حكومي بعد مسرح التلفزيون كان تعاونك مع ثلاثي أضواء، فرقة ثلاثي أضواء المسرح. طبعا مش كده؟ يعني عملت لهم أنجح ثلاث مسرحيات، يعني يمكن الثلاثي كان ابتدى الخلاف يدب بين سمير وجورج، فأنا تقريبا يعني كنت وسط صلح بينهما يعني، وكتبت لهم مسرحية اسمها من أجل حفظ النساء اللي اتعرضت سنة 74، ودي أول مسرحية هجمت الانفتاح الاستهلاكي أول ما طلع، لدرجة ان ناقدة كتبت وقبل ان نرى ما حصلت الحادثة اللي انا عملتها على المسرح في الحقيقة في شارع الشاربي، انا يعني كنت واخد شارع الشاربي ده مركز الانفتاح الاستهلاكي، فالحادثة اللي انا كتبتها في المسرح فعلا حصلت حقيقي بعد المسرحية. بعد المسرحية لدرجة ان ناقدة مسرحية كتبت وقبل ان نرى ما قبل ان نعلم ما حدث رأيناه على خشبة المسرح، كان الكاتب قد تنبأ. وبعدين دي استمر عرضها سنتين، وعملت لهم المتزوجون ده 76 قعدت 5 سنين، دي اللي فيها صرصار حبنا. صرصار حبنا دي كانت الاول هويدا بنت صلاح فتح كان لسه برضو جاية مصر بحلم التمثيل، وانا كنت نفسي في واحدة جديدة تعمل الدور، فجت هويدا لكن ما استمرتش غير موسم واحد، وجت بعديها حلت مكانها شيرين كملت المسيرة يعني. وبعدين الدكتور اهلا دكتور دي المسرحية التالتة اللي عملها برضو قعدت 5 سنين. وبعدين عملت الدور الرابع شقة 9 كان فيها أحمد بدير ونجاح الموجي والألعاوي الوجه الجديد أيوة وصح الرامي وفريد صف النصر،
وبعدين عملت برضو الصعيدة وصلوا اللي هي أول بطولة مطلقة لأحمد بدير. وبعدين حاولت احقق حلمي هنا في المسرح في مسرحية المدرسون ففشلت بس، فانعزلت عن كتابة المسرح، ما رجعتش للكتابة للمسرح، وتفرغت للتلفزيون. وتفرغت للتلفزيون. كل وسائل الإعلام في العالم كانت مهتمة في الفترة الأخيرة بالسؤال الآتي: أهم أحداث القرن العشرين، أهم شخصيات القرن العشرين، مين الناس اللي أثروا في حياتنا الاجتماعية والسياسية والعلمية، مين الناس اللي أضافوا للبشرية؟ كتير وكتير وكتير، ما نقدرش نحصرهم أو نعدهم، ولو قلناهم حننسى أسماء كتير. بداية بمين ونهاية بمين؟ قرن العشرين حافل بناس نقدر نقول عليهم إنهم أحلى ناس في الدنيا دي. ذكريات وأيام حلوة ما تتقدرش، وناس عظيمة ما تتعوضش، وكل ما نقرأ أو نسمع أو نشوف حاجة عنهم غصب عننا نقول يا سلام كان زمان. غنوة زمان، صحبة زمان، سهرة زمان، ضحكة زمان، غنوة زمان، سهرة زمان، صحبة زمان، والغرام والحب زمان، كان زمان زمان وزمان، والغرام والحب زمان، كان زمان يا زمان. ليل يا عين عين يا ليل، ليل يا عين وعين عين يا عيني عروان، ضحكة زمان، غنوة زمان، صحبة زمان، سهرة زمان. زمان كان زمان زمان وزمان، والغرام والحب زمان، كان زمان يا زمان. ليل يا عين عين يا ليل، وعين عين يا ليل، ليل يا ليل عروان، ضحكة زمان، غنوة زمان، سهرة زمان، صحبة زمان، كان زمان زمان وزمان، والغرام والحب زمان، كان زمان زمان يا زمان. ليل يا عيني عين يا ليل، ليل يا عيني وعين، ليل يا ليلي عروان، وكان زمان.